دعم رئاسي متواصل لتعزيز وحمايه حقوق قادرون باختلاف ليزيد من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصه في كافه الانشطه الحياتيه والمجتمعيه بعد ان عانوا من التهميش في العقود السابقه. اذا الدوله تولي ملف حقوق قادرون باختلاف اهميه بالغه. تجلى ذلك في العام 2016 مع اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره دمج، تمكين، مشاركه بهدف في تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليميه والصحيه لهم بسهوله والمساهمه في زياده قدرتهم على الدخول الى سوق العمل. ومع استمرار الدعم الرئاسي لقادرون باختلاف، خصص الرئيس السيسي العام 2018 ليكون عام ذوي الهمم. مما ادى الى تقديم كافه اجهزه الدوله عددا كبيرا من الاجراءات والاليات لدعم الاشخاص ذوي الهمم فضلا عن الالاف من الوظائف المناسبه لتوفير حياه كريمه لهم بالاضافه الى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الاشخاص ذوي الهمم ويعد قانون حقوق الاشخاص قادرون باختلاف واحده من القوانين المهمه التي حرصت القياده السياسيه من خلالها على توفير مظله تشريعيه للحمايه الاجتماعيه لهم. بالفعل صدر القانون في العام 2018. وفي العام 2019 تم انشاء المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنه 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنميه وحمايه حقوق قادرون باختلاف في العام 2020 صادق الرئيس السيسي على قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمه في تقديم الحمايه والرعايه للاشخاص ذوي الهمم وايمانا بحقهم الدستوري حرصت الدوله على توفير تسهيلات جديده لقادرون باختلاف وذلك للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه من حيث الاتاحه المكانيه والبيئيه لتيسير العمليه الانتخابيه. وفي اخر 2021 اعلن الرئيس السيسي حزمه من الاجراءات التنفيذيه الموجهه خصيصا لقادرون باختلاف من بينها تضمين المشروعات المنفذه ضمن مبادره حياه كريمه في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية الثقافية التنموية الخاصة بهم ولا يكاد يمر عام دون خطوة مهمة في طريق اهتمام الدولة بملف قادرون باختلاف فقد أصدرت الحكومة مبادرة هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لهم حققت الدولة انتصارات عديدة لصالحهم والتي تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسيه وحكوميه في سبيل دعمهم وهكذا تمضي الدوله وبجديه في مسيره الجهود الهادفه لمعامله قادرون باختلاف بكرامه واحترام وضمان تمتعهم بجميع حقوق الانسان والحريات دون تمييز شكرا لكم